السلام عليكم متابعي عشاق خياطة وتصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فكرة رائعة لاستغلال الأقمشة، القطع صغار ديال الأقمشة اللي كيشيطوا لينا من البيجامات، من أي حاجة. هادو ديال المطبخ، هادو كانوا عندي ما شاطوا لهم حتى شي حاجة، كانوا عندي كنت خديتهم من بانغود يعني شحال هادي. ولكن نتوما ممكن تستغلوا اي قطع ديال القماش عندكم، يعني ماشي ضروري نوع محدد. وغادي نحتاجوا لهنا شويه ديال القطن، هذا لوط اللي تنغلفوا به الحوفه، يعني اللي تيكون بالمتر راه رخيص، غادي تلقاوه عند اللي كيبيعوا اللوازم ديال الافريشه. وغادي نحتاجوا الخيط المطاطي. والفكره هي عمل الغطاء ديال العينين، هذاك اللي كنغطيو به، يعني بالنسبه اللي ما كيبغوش يعني باش يكونوا ناعسين يشوفوا داك الاضاءه كيديروا هذه. يعني فكره بغيت نشاركها معكم. كنحتاجوا لهذا الباترون، هذا نوريكم كيفاش نديروا نرسموه. وهاد الفكره هذه ممكن ديروها حتى في البيجامات ديالكم، ملي تخيطوا مثلا بيجاما تخليوه واحد يبقى لكم القطع ديال الثوب، استغلوها وديروا لها معاها هاد البنده هذه. اذا كناخذوا وكنحطوا بحال هكا، هنا كنحطوا الورق مقطوع على اثنان، كنحطوا 10 سنتيم. هذا ممكن كاع ديروهم كمشروع انكم تبيعوهم. ها هي 10 سنتيم، وكننزلوا من هنا ب 5 سنتيم. هذا قياس يعني الستوندار لاي حاجه. وكننزلوا من هنايا ب 8 ب 7 سنتيم، بارف 8 7 7 7 ونصف اولا 8 سنتيم، يعني على حسب اللي بغيتو. ومن هنا كندخلوا 2 سنتيم، لان انا من هنا غادي نجيو وغادي نرسمو بحال الشكل دائري بحال هكا. من هنا كنجيو بحال هكا حتى كنقربو لهنايا. وكيجي بحال هذا الشكل هذا، هنا بحال لي واحد نصف سنتيم تندخلو صافي، وتنخليو هذا الخط مستقيم وترسمو بحال هكا. صافي، ودابا غادي نقطعها. وكيجي بحال هكا، ها نتوما كيشفتو. اذا غادي ناخذ الثوب، غادي نحتاجو جوج ديال القطع ديال الثوب، ماشي ضروري يكونوا في لون واحد، ممكن ديروا جوج الالوان يعني يتقلب على جوج جهات. وغادي نحطو بحال هكا وغادي نطراسيو. هنا ضروري تزيد واحد السنتيم ديال الخياطه منين اذا كيف ما شفتم بعد ما قطعنا لواط وقطعنا هاد القطع هادو، غادي ناخذ الخيط المطاطي 30 سنتيم في الطول ديالو، وغادي نجيبوا القطعه الاولى على هذا الوجه ديالها، وغادي نحطو بحال هكا الخيط المطاطي، وغادي نثبتوه من هنايا. بحال هكا، ومن الجهه الاخرى غادي نثبتو بالطول باش ما يتهرش ليا في الماكينه بحال هكا. وغادي نجيب القطعه الثانيه وغادي نحطها من هنايا، غادي نحط الوجه على الوجه بهذا الشكل هذا، وغادي نجيب لواط وغادي نحطو هنايا اخر حاجه، وغادي ندوزو الخياطه، غادي نبداو من هنايا
من هذه النقطة هذه وندورو الخياطة كاملة حتى لهنا ونخليو واحد 4 سنتيم اللي غادي نقلبو منها. دابا ندوز نوريكم طريقة الخياطة. صافي من بعد ما كنساليو الخياطه غادي نحيدو هاد الزائد ديال اللواط وحتى ديال هاد الثوب هذا. هنا نخليوها باش ملي نكملوها نلقاو فين نخيطو. هنا صافي غادي نجي من هنايا وغادي نقلب هنا نسيت داك البانكا هي ما تنساوش البنات تحيدوها. ها هي من بعد ما حيدتها كتجي بحال هكا كتجي زوينه الصراحه وكيوت كتجي يعني ممكن تصايبوها للوليدات ديالكم مع البيجاما وتاليكم يعني ملي تخيطوا بيجاما ديروها الطقم بحال هكا. صافي دابا هنا غادي نتنيو بحال هكا للداخل وباش ما تبانناش الخياطه ديال الماكينه غنجيبوا ابره وخيط في نفس اللون بحال هكا وغادي نديروا داك الغرزه المخفيه كنضربوا هنا ونضربه في الجهه الاخرى وما كيجيش كيجيش الخياطه باينه. صافي كنخيطو بحال هكا وكنطلقوها شويه بالمصلوح. اذا هكا كيجي الشكل ديالها النهائي من بعد ما كتطلقوها. كتجي على جوج جهات كتلبس يعني على هاد الجهه هذه وعلى هاد الجهه كي قلت لكم ممكن ديروا اي ثوب عندكم قطع ديال الاثواب القطيفه جين يعني اي ثوب ممكن ديروه ليكرا اي ثوب ممكن ديروه بحال هكا كتجي كيوت وزوينه تستغلوا بها يعني تستغلوا هاد القطع اللي كيبقاو لكم. ممكن كاينين شكيلات اخرين كيجيو فيهم هنا الودينات بالنسبه للدراري الصغار ممكن تزيدوهم. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف في امان الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.